السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم جميعا للي بيتابعني. أنا معاكم مهندسة أمال الشرقاوي، وبعرض على قناتي كل ما يخص المجال العمل في شركة جناس وشرح منتجات جناس. إزاي بنتعلم، إزاي بنكتسب خبرات، إزاي بنعمل في المجال الرائع جدا اللي هو نتورك ماركتينج أو التسويق الإلكتروني. نفس الحكاية هو الديجيتال ماركتينج أو التجارة الإلكترونية الإي كوميرس. أنا طالعة النهاردة علشان امبارح كان عندنا الكايزن كول أو التدريب الشهري. اللي متابع قناتي هيعرف إن احنا كل أول شهر بيكون عندنا تدريب مع كايزن أورجانيزيشن علشان ناخد الكونكلوجن أو اللي حصل طوال الشهر اللي فات من نجاحات، من تطورات، من ريكوجنيشن لناس وصلت لترقيات، من البلان الجديدة أو الدايركشن اللي هيكون معانا. فأنا عندي كم خبر كده عايزة أقوله لكم. أول حاجة، زي ما أنتم عارفين إنه في شهر فبراير، يناير وفبراير كان عندنا باقات مميزة، باقات كانت فيها هدايا، نقاط هدية للي بيبتدي لأول مرة مع شركة جينيس. النقاط دي بتنفع، لأنها بتنفعني بعد كده إنها بتتحول لفلوس. فالخبر الجميل إنه الباقات بتاعت الليد اللي هي فيها نقاط هدية، اللي هي أفضل بداية حد يبتديها في مجال التسويق الإلكتروني حاليا، هي باقات باقية معانا لغاية يوم 6 مارس بإذن الله. يعني النهاردة 2 مارس، يبقى عندي النهاردة بإذن الله و3 و4 و5 و6. عشان كده أي حد عايز يبتدي المجال ويبتدي يشتغل فيه، يكون له البيزنس بتاعه، البيزنس اللي بيكبر معاه واحدة واحدة، البيزنس اللي بيلاقي فيه ناس بتساعده، ناس بتعاونه، ناس بتديله من خبرتها، ناس عايزاه تنجح وعايزاه يوصل للحرية المالية. دي أفضل بداية قوية جدا تبتديها. الباقات دي عندنا 3 أنواع من الباقات، كل باقة بتدي نقاط معينة. عندنا باقة بتدي لك 36 سي في، يعني 36,000 نقطة. دي كأنك عملت مبيعات بمبلغ كبير جدا بالدولارات. دي بتساعدك بعد كده في تكوين السايكل أو اللي هي الـ35 دولار. وعندنا باقة تانية بتدي لك 18,000 سي في، 18,000 نقطة. وباقة تالتة بتدي لك 6,000 نقطة. دي بداية قوية لأي حد عايز يبتدي في شركة جينيس ويكون واخد أكاونت فيه هدية جميلة من الباقات. غير كده كمان، ضمن الباقات ديت في عندنا حاجة اسمها ترافل بوينت. اللي متابعنا وعارف انه شركة جينيس بتطلع رحلات لوكلائها وبتطلع رحلات لأماكن كتيرة في العالم، فمن بداية مارس بدأ التارجت بتاع الرحلة الجديدة لإكسبو بودابست. يعني احنا لغاية 28 فبراير كان عندنا العمل على تارجت رحلة أنطاليا في تركيا، وبنهاية فبراير انتهت أو انتهى التجميع لنقاط الرحلة أو الترافل بوينتس لمدينة أنطاليا في تركيا. مع بداية مارس بدأنا التارجت الجديد لرحلة بودابست، إكسبو بودابست. طب في خبر أحلى كمان، إنه رحلة بودابست أو إكسبو بودابست بيكون 3 أيام، مطلوب فيه تجميع 200 ترافل بوينت فقط، 200 نقطة تحضرهم تجمعهم من خلال الناس اللي بتشترك معاك، وتتأهل إنك تسافر السفرية مجانا مع الشركة. عشان كده ده بداية يعني عايزة أقولها لكم بالنسبة للباقات اللي مميزة اللي هتنتهي يوم 6. أنا هسيب رقم تليفوني، وأي حد عايز يتواصل معايا، عايز يسجل في شركة جينيس، عايز يبتدي البداية وعايز الدعم وعايز المساعدة وعايز حد يديله من خبرته، أنا يعني بقدم الخدمة ديت لأنه
أجمل شيء هو العمل الجماعي، أجمل شيء إنك تساعد حد يحقق أحلامه، ومفيش حاجة مهمة غير اللي إحنا بنخليها مهمة. لما أهتم بشغلي وأهتم بالنجاح اللي أنا عايزة أوصل له وأهتم بالعمل بتاعي وأكون دؤوبة ومجتهدة فيه، ده أكيد بيوصل لنتائج حلوة جدا، عشان الواحد اللي بيعمل ربنا طبعا بيديله قصاد العمل بتاعه ده. فدول النقطتين اللي كنت بتكلم عليهم، انه لغاية 6 مارس الباقات مستمرة اللي عايز يبتدي جديد، وكمان فيها نقاط الترافل بوينت او نقاط السفر اللي هي بتأهل لرحلة اكسبو بودابست. طيب نيجي بقى للحاجة الجميلة، زي ما انتوا عارفين برضو اللي متابعين القناة انتوا عارفين، واللي مش متابع يبتدي يتابعني. لو انت عايز تغير حياتك، لو انت عايز لو انت عايزة تشتغلي شغلانة حلوة من مكانك، تعلمي وتاخدي خبرة، تابعوني واشتركوا في القناة وتابعوني، هتعرفوا معلومات كتير. اللي معانا وعارف انه جيناس بتقدم لنا 6 طرق ارباح مختلفة، زي ما اتفقنا انه شركة جيناس هي مقابل ان بتعمل تسويق ودعاية لمنتجاتها بتكسبك ارباح وعمولات من 6 طرق مختلفة. فال6 طرق دول احنا عندنا 5 طرق ثابتين وعارفينهم طبعا، الطريقة الثابتة دي اللي بتتغير كل شهر او كل بداية شهر. طيب انا ابتديت مارس امبارح 1 مارس، والطريقة دي السادسة نزلت الجديدة اللي بتأهلني ان انا اخد بونص او اكسب حاجة جديدة. خلينا ناخد فكرة عن الطريقة الجديدة اللي ظهرت دي، البرومو الجديد او البونص اللي ظهر جديد، اللي هو بيعمل دخل او بونص زيادة نتيجة لتسويق الالكترونيات المنتجات بتاعت شركة جينيس. البرومو الجديد اسمه ايه؟ اسمه سافاير ساكسس. ازاي اوصل لرتبة السافاير؟ ازاي احقق رانك السافاير؟ ولما اوصل ان انا احقق رانك السافاير في خلال شهر مارس، اهو بيقول لي اهو البروموشن بيبتدي من نهاية 28 يعني يوم 1 مارس لغاية 31 مارس. لغاية 31 مارس ببتدي أعمل تسويق وأعمل دعاية للمنتجات وللشركة علشان أبتدي أجمع نقاط وأوصل إن أنا أحقق الشرط اللي مطلوب. طيب أنا مطلوب مني كام نقطة أو كام سي في عشان أوصل لرانك السفاير؟ أول حاجة لازم أعمل الرانك. لو أنا مثلا بيرل أقوم عاملة السفاير، اللي عارف الرانكس في شركة جينيس نبتدي بإكزيكتيف معايا 2 من الشركاء، بعد كده الجيد معايا 8 من الشركاء، البيرل معايا 12 من الشركاء، السفاير بيكون ال 12 الشركاء اللي معايا هم نفسهم حققوا رتبة الإكزيكتيف. فأنا أوصل إن أنا أحقق رتبة السفاير، وتاني حاجة أكون مجمعة نقاط لا تقل عن 3200 نقطة. شايفين معايا؟ دي 3200 نقطة. ال 3200 نقطة دي أنا بجمعها من على الأقل 3 أذرع. شايفين 3200 نقطة أو سي في بجمعها من على الأقل 3 أذرع، بيكون تقريبا الذراع الواحد 1000، بيكون تقريبا من كل ذراع. يعني هو بيديني شرط إنه ما يكونش أكتر من حاجة معينة على أساس إنه نسبة 35% دي أقل حاجة. فبيقول لي إنه عشان أحقق أنا ال 3200 نقطة بحققهم من 3 أذرع وعلى الأقل 3 أذرع. طيب لو في أكتر عادي ممكن أحققهم عادي من الأذرع الزيادة، يعني لو 4 أذرع ماشي، لو 5 أذرع ماشي، 6 أذرع ماشي، مفيش مشكلة. طيب دي الصورة التانية بتاعت السفاير ساكسس، ودي بيديني شايفينها معايا اهو، ادي الرانك اللي انا المفروض احصله، وادي الاكيوميليشن بتاعت النقاط اللي انا اعملها.
لو قسمنا الألف 3200 اللي هي المطلوبة، مطلوب مني 3200 نقطة، لو قسمت ال 3200 دول على 3 هيطلع لي تقريبا، هو عاملها تقريبا 1120، يعني هم مدين نسبة سماح شوية. فلو أنا جبت من كل ذراع 1120 بكون أنا حققت البرومو بتاعي، وبتنزل عمولة 1500 دولار. ال 1500 دولار دي بونص من الطريقة دي فقط، يعني ملهاش علاقة بالنقاط بالعمولات اللي خدتها، مثلا الدايركت كوميشن اللي هي العمولة المباشرة، ملهاش علاقة بالسايكلز، ملهاش علاقة، دي فقط من طريقة الايه البرومو او من الطريقة السادسة. ده أول خبر، وكان خاص بالبرومو الجديد اللي نزل اللي هو السفاير ساكسس. والخبر الثاني برضو السعيد اللي هو كل اللي بيسجل في شركة جينس عارف إن هو بيشتري باقة منتجات وبيضاف عليها حاجة اسمها الستارتر كيت. الستارتر كيت زي مصاريف الموقع، حاجة زي كده بتكون تقريبا في حدود، يعني بتختلف من بلد لبلد. احنا عندنا 34.14 دولار، يعني 34 و14 سنت، في بعض البلدان مثلا 32، في بعض البلدان 30، يعني في الحدود دي. المهم انه الشركة منزلة خبر جديد الشهر ده انه خلال شهر مارس هيكون الستارتر كيت ب 1 دولار، او اللي هي الريجستريشن فيها ب 1 دولار، يعني بدل ما اضيف على سعر الباقة 35 دولار تقريبا، لا هضيف 1 دولار فقط. ده طبعا توفير، يعني اي حد بيبتدي في شهر مارس بيعمل عملية توفير، لانه بيوفر حوالي 33 34 دولار. دول الخبرين اللي نزلوا امبارح من الشركة، وقلنا على الايميل، لانه طبعا الشركة بتبعت لنا كل حاجة على الايميل. طيب انا عايزة انوه عن حاجة تانية. بكرة إن شاء الله اللي هو 3 مارس عندنا برزنتيشن بيعملها دكتور إسلام محمد ودكتور إسلام وصفي، اللي هم فخر العرب، اللي هم جابوا شركة جناس لمصر واشتغل فيها حتى الآن تقريبا أكثر من 5.5 مليون في الشرق الأوسط. فعندنا بكرة عرض عمل هيكون الساعة 8 بتوقيت مصر. كل اللي يسمع الفيديو ده وعايز يكون معانا ويشاركنا الحضور يجهز برنامج الزوم ميتينج ويتواصل معايا على الواتساب، انا هحطه دلوقتي على الفيديو، ويتواصل معايا علشان احجز له الحضور. خليني اوريكم اللوجو بتاع البرزنتيشن بكره ان شاء الله. اللي أول مرة يسمع عن دكتور إسلام محمد ودكتور إسلام وصفي، دول إحنا يعني رول موديل بتاعنا، دول الناس اللي إحنا بنفخر بيهم وبنقلدهم وبنحاول ننجح زيهم ونوصل زيهم. دول من التوب إيرنر على مستوى العالم، ناس مصنفين في قائمة بيزنس فور هوم، ناس اللي بتشتغل من المنزل، ناس مصنفين من التوب إيرنر، بيعملوا اللي مش عارف بقى يفتح بيزنس فور هوم ويشوف هيلاقي دكتور إسلام محمد ومصنف في القايمة هو ودكتور إسلام وصفي، وبيعملوا في مجال النتوركينج من 10 سنين تقريبا أو 11 سنة، وناس ما شاء الله ناجحة جدا جدا، وإحنا فولو ذم، يعني إحنا وراهم على طول، بنتبعهم وبنحاول نقلدهم ونمشي على خطواتهم. مجال التسويق الإلكتروني يا جماعة مجال رائع رائع جدا، هو الصناعة رقم واحد حاليا، الصناعة اللي بتدخل أكبر دخل حاليا في العالم، أكتر من 320 مليار دولار، صناعة بيعمل فيها 120 مليون شخص، صناعة بتقدم للعالم سنويا
100 مليونير. فكل اللي عايز يعمل من المنزل، كل اللي عايز يعمل في مجال النتورك ماركتينج، كل اللي عايز يبتدي ومش عارف يبتدي ازاي، او مش لاقي الطريقة اللي يبتدي بيها، او مش عارف يوصل ازاي، يبعت لي ويتواصل معايا. بفضل الله بديت الطريق ده من 3 سنوات و4 شهور تقريبا. بفضل الله معايا فريق كبير وشغالين مع بعض، بننجح مع بعض وبنكبر مع بعض. تحياتي ليكم جميعا، وأي حد محتاج أي حاجة يتواصل معايا. الناس اللي معانا في جينيس، لو في أي معلومة أو أي حاجة عايزين تفهموها ابعتولي، وأنا بعمل فيديوهات، أنا بنزل على القناة على طول كل ما يخص سواء مجال العمل، سواء السيستم بتاعنا، سواء المنتجات وشرحها، سواء ازاي اتعامل مع الجي موبايل او الابليكيشن بتاع الجينيس، يعني كل التفاصيل. حد عايز اي سؤال يبعت لي، وخلينا عارفين انه مفيش حد بينجح الا اللي بيبذل مجهود وبيتعب وبيهتم بشغله. مفيش حد بينجح مكانه وهو قاعد، او مفيش حد فلوس بتنزل عليه كده لوحدها. لا، لازم نشتغل، ولازم نتعلم، ولازم نكتسب المهارات، ولازم نكتسب الخبرات. وأحلى ما في مجالنا إنك بتشتغل وتعلم وفي نفس الوقت بتعمل فلوس. يعني الناس اللي تقول لي أنا خدت كورس تسويق إلكتروني ونتورك ماركتينج على النت ومش عارفة أشتغل، لا، ما هو مش نظري بس، ده هو أنت تاخدي نظري وتطبقي عملي، تتعلمي وتمارسي في نفس الوقت. مجال رائع، مجال حلو قوي، أنصح بيه أي حد عايز يبقى له البيزنس بتاعه، عايز يزود دخله بجانب الوظيفة بتاعته، أو عايز ياخد منتجات رائعة، منتجات صحية، منتجات مكملات صحية ممتازة، منتجات لشركة هي الأولى عالميا في الطب التجددي. تحياتي ليكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.